امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع تابع فيه مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي في توشكا. وجه سيادته باستكمال كل العناصر والتفاصيل الخاصة بجهود زيادة مساحات استصلاح الأراضي في المشروع والاعتماد على الوسائل الزراعية اللي بتتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ في هذه المنطقة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر مع ضيفنا الدكتور ياسر عبد الحكيم المستشار الزراعي لمشروع مستقبل مصر. صباح الخير على حضرتك دكتور، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير. أهلا بحضرتك دكتور ياسر. الحقيقة أنه قضية الساعة هي قضية تغير المناخ، ومصر بصدد استقبال طبعا قمة المناخ كوب 27 الشهر القادم. فعايزة بداية كده أعرف من حضرتك فكرة زيادة مساحة الأراضي المنزرعة بشكل عام، إن كان مشروع زي مشروع توشكا أو مستقبل مصر، إلى يعني لأي مدى ممكن تواجه تغير المناخ؟ طيب نعرف الأول هو إيه اللي حصل في المناخ. التغير المناخي المقصود به ارتفاع درجات حرارة الكرة الأرضية، والسبب هو الاحتباس الحراري. اللي مسبب الاحتباس الحراري هو بعض الغازات زي غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، فبيحبس درجة الحرارة فبيرفع درجة الحرارة. لما ترتفع درجة الحرارة ده هيؤدي إلى انخفاض شديد في إنتاجية معظم المحاصيل، وبعض المحاصيل تتعدى الصوابع اللي ممكن يحصل فيها ارتفاع في إنتاجيتها، وهيؤدي لانخفاض الإنتاجية في نفس الوقت زيادة في استهلاك المية، يعني مشكلة كبيرة جدا. يزود استهلاك المية ارتفاع الحرارة ده أو اللي هو التغير المناخي، أغلب المية بتتبخر بالظبط، وفي نفس الوقت يقلل الإنتاج. كويس. يعني مثلا لو خدنا محصول زي مثلا القمح، لو ارتفع درجة حرارة درجة ونص على وقت موسم زراعة القمح متوقع ينزل محصوله حوالي 22%، لو ارتفع 3 درجات ممكن ينزل أكتر من 30% مع زيادة استهلاك المية. كويس. دي المشكلة الرئيسية. طيب احنا بنواجهها ازاي؟ الحل الاساسي ان احنا نوقف المصدر او نقلل من مصادر انبعاثات الغازات زي غاز ثاني اكسيد الكربون او اكسيد الكربون. الشيء الثاني نمتص الغازات دي. الكائن الحي الوحيد اللي عايش انه يتغذى على غاز ثاني اكسيد الكربون هو النبات، فاي توسع زراعي هو تعديل او العوده لاصلاح مسار المناخ الطبيعي اللي ربنا خلقه في الكره الارضيه. الورقة الخضراء دي مفاعل رباني خالص طبيعي قايمة على ان هي سر الحياة اللي احنا عايشينها دي كلها في الورقة الخضراء. صحيح. ازاي؟ الورقة الخضراء دي بتمتص غاز ثاني اكسيد الكربون من الجو، تحول اكسجين، وبيوصلها المية من الارض، بيحصل تفاعل اسمه البناء الضوئي او الفوتوسينسيس في الورقة في الكلوروفيل. مصدر التفاعل ده ضوء الشمس كمصدر طاقة. التفاعل ده عبارة عن ايه؟ النبات بياخد الهيدروجين من المية وبياخد غاز ثاني اكسيد الكربون من الجو اللي هو عامل لنا مشكلة. تمام؟ بيفاعلهم مع بعض ويطلع سكريات وكربوهيدرات وبروتينات ودهون اللي هي بتكون الاوراق والسقان والجذور والثمار اللي عايش عليها الانسان والحيوان وكل الكائنات الحيه اللي عايشه على انتاج الورقه اللي بتعمله. بتعمله من الخامين الاثنين دول، غاز ثاني اكسيد الكربون والهيدروجين بتاع الميه. الاكسجين في الميه بيطلع الجو ثاني نرجع احنا نتنفسه، فالورقه دي بتمدنا بالاكسجين وبتخلصنا من غاز ثاني اكسيد الكربون وتنتج لنا كل المواد الغذائيه اللي احنا عايشين عليها. لانها بتكون مركب كربوهيدراتي واحد اسمه C6H12O6، ده بيخش في سلسله من التحولات الغذائيه بيتحول بقى الى كل الكربوهيدرات والبروتينات والدهون والفيتامينز وكل شيء احنا عايشين عليه من مكونات النبات اللي احنا بنشوفها على شكل ثمره وورقه وجذور وسيقان وهكذا. فاحسن شيء لمواجهه التغيرات المناخيه هو التوسع الزراعي طبعا، قولا واحدا. فكل التوسعات الافقيه اللي بتحصل عندنا في مشروع توشكا، في مشروع مستقبل مصر، في مشروع المليون ونص فدان تبع الريف المصري الجديد، كل المشاريع دي ما سلاح ذو حدين. رقم واحد انت بتوفر امن غذائي ليك انتاجنا احنا من الاكل. رقم اثنين انت بتقلل من مشكله التغيرات المناخيه وبتواجهها كدوله في وسط العالم، انها مشكله عالميه مش مشكله لوحدنا يعني. فكل ما يزيد المسطح الاخضر فاحنا في امان. ده كده ببساطه يعني. طيب دكتور ياسر خليني في الاول اشكرك على التبسيط والسهل الممتنع زي ما بيقولوا في شرح يعني مشكلة تغيرات المناخ تحديدا. لكن أكيد مساحات شاسعة، بنتكلم على سبيل المثال لو هنتكلم على مستقبل مصر بنتكلم في 1,200,000 فدان منزرع بمحاصيل غذائية استراتيجية. أكيد في صعوبات واجهتكم في مستقبل مصر، في توشكا، في الريف المصري وغيرها. إيه أهم الصعوبات والتحديات اللي قدرتم اللي أنتوا تتغلبوا عليها خلال الفترة اللي فاتت؟ شوف الزراعة عبارة عن بذرة، ببساطة برضو بذرة فيها مواصفات وراثية بتتفاعل مع عوامل بيئية، هي دي زراعة.
ربنا في القرآن بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فربنا بيقر إن هو اللي زارع. طب إزاي وإحنا بنجري نجيب البذرة والسماد والمبيد ونستصلح أرض ونحفر أبار وكل الهيصة دي؟ لا، منظومة الزراعة دي، البذرة اللي بحطها في الأرض عشان تنبت وتطلع نبات، هو تفاعل ما بين جين وراثي اللي هو الصفات الوراثية بتاعت البذرة مع عوامل بيئية. فأنا لو أحسنت اختيار الصنف القوي اللي تحمله للمية قليل، اللي بيتحمل الحرارة العالية، اللي بيتحمل الأمراض، صنف بذرة، ودي مواصفات وراثية. لو اخترت ده صح وزرعته في ميعاد الزراعة المناسب، معناه ان انا وفرت له افضل ظروف بيئيه من الحراره والاضاءه والرطوبه، دي التقاوي المعتمده عشان ينمو ويديني محصول. دي التقاوي المعتمده اللي اتكلم عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اثناء افتتاح مستقبل مصر. شوف احنا في التقاوي ده او البذره دي مميزين جدا في مصر في تقاوي المحاصيل الحقليه. انتاجنا احنا ومن اجود انواع التقاوي اللي هي تقاوي القمح، الذره، الشعير، الرز، القطن، كل المحاصيل الحقليه احنا ناجحين فيها جدا. والغريب تماما والعجيب في تقاوي الخضار والفاكهه تقريبا بنسبه 99% التقاوي بتاعتها مستورده من بره، انتاجنا هنا ما بيعديش 1%. ليه بقى؟ مش عارف. انما ده مشكله. وهو يعني المفروض ان في مشروع قومي دلوقتي ان احنا نحيي الموضوع ده وننتج احنا بذورنا من الخضر والفاكهه. ان انتاج البذور والخضر والفاكهه ده بياخد وقت مش اقل من 10 سنين عشان تنتج صنف. شغل برامج تربيه، تهجينات يعني ما بين اب وهكذا، لغايه ما بوصل لجيل وجيل اهجنه مع جيل وجيل، سنه ورا سنه ورا سنه لغايه ما بطلع بصنف معين. فموضوع عاوز صبر شويه. الحته دي احنا مميزين جدا في المحاصيل الحقليه، وعندنا اصنافنا احنا تضاهي افضل الاصناف في العالم، احسن اصناف رز في مصر، افضل اصناف قطن في مصر وهكذا، ملكنا احنا. لكن الطماطم، الفلفل، الخيار، لا مفيش، تقريبا مفيش. نادر جدا 1% اصناف، الباقي كله مستورد. كبذره يعني. نرجع لموضوعنا، ايه الصعوبات اللي بتقابلنا في اي توسع زراعي؟ اهم حاجه ان انا احسن اختيار الصنف، افضل اجيب احسن صنف وازرعه في افضل ميعاد يناسب المنطقه اللي انا داخل عليها دي. بندرس مناخ المنطقه دي، بندرس طبيعه الارض اللي فيها، طبيعه الميه ومحتواها، بحيث ان انا اوصل ان انا ازرع افضل صنف تحت الظروف دي. وهي دي الشطاره يعني، او الموضوع مش موضوع كده يعني. مثلا نضرب مثال البرسيم. مثلا برسيم محصول بيستهلك كميه ميه عاليه قوي، بياخد تقريبا 6000 متر مكعب ميه في السنه او في الموسم بتاعه يعني. ممكن استبدله بسبب ازمه الميه اللي معانا بمحاصيل اعلاف ثانيه. في محصول مثلا اسمه بونيكام، ده بيستهلك 3500 وراثيا، صفاته الوراثيه كده. يبقى انا ازرع ده من البدايه وبيدي نفس درجه الاستساغه الحيوان، نفس نسبه البروتين زيه زي البرسيم، فاقدر ازرعه وبطرح البرسيم فيوفر في استهلاك الميه. المهم ازرعه امتى بحيث الميعاد، حسن اختيار الميعاد ده بحسن اختيار الصنف ده نجاح في حد ذاته، بيوصلك لاعلى انتاجيه باقل تكلفه. اي خطا في اختيار الصنف او في ميعاد الزراعه دي مشكله كبيره جدا. طيب دكتور ياسر، الحقيقه ممكن البعض لما يسمع عن انه استصلاح اراضي في تشكى او في الضبعه، محور الضبعه مثلا زي ما كنا بنتكلم، ممكن يقول جودة التربة فبالتالي جودة المنتجات الزراعية هتكون شكلها ايه. فكرة استصلاح الأراضي عندنا كده، ممكن عندنا فكرة انه المنتجات الزراعية اللي بتطلع منها بتبقاش أفضل حاجة. عايز أعرف من حضرتك، لا، جودة الإنتاج الزراعي من هذه الأراضي بيكون شكلها ايه؟ وكمان على جانب آخر، أكيد بتحتاج مجهود من الدولة كبير جدا عشان تقدر بالفعل انها تطلع محاصيل زراعية بجودة عالية، بتحتاج معدات وآلات وحفر آبار حاجات كتير جدا. طيب خلينا برضو نصلح مفهوم لعامة الناس فاهمينه غلط. الناس فاهمة ان كل طبيعة ارض ممكن تدي محصول جيد ومحصول ضعيف. لا خالص. المحصول الجيد او المحصول الضعيف بمواصفاته من الكم والجودة بتاعته بيرجع لعاملين، مش التربة خالص. التربة ايا كانت مشاكل انا اقدر اتغلب عليها واطلع منها انتاج عالي جدا، بس في تربة اصرف عليها كتير وفي تربة لا. ده الفرق. ان في تربة بتبقى خصبة وكويسة، جيدة الصرف وتهوية وماسكة مية وعناصر، فده خلاص حاجة مثالية. هي التربة السلتية، أنا مش عاوز أكتر من كده. البي اتش بتاعها مظبوط والإي سي بتاعها مظبوط، خلاص. مش مظبوط كل ده، أقدر أظبطه بس بيكلفني. تمام. أمال إيه العوامل الرئيسية اللي بتأثر على الطعم واللون والشكل والجودة وحجم الإنتاج بتاع أي محصول بينتجه، فاكهة أو خضار أو محاصيل حقلية أي مكان؟ حاجتين أنا قلتهم في الأول. الزراعة عامة، علم الزراعة كله قايم على حاجتين اتنين. أي حد عاوز يشتغل في الإنتاج ينتج انتاج زراعي يعني، صنف قوي، اختيار الصنف
هو اللي بيدي مواصفات معينه، وازرعه في ميعاد الزراعه المناسب لانتاج الصنف ده، لان الانتاج ما هو الا تفاعل ما بين عاملين، عامل عوامل بيئيه وعامل وراثي، وراثي هو البذره يعني او الصنف. فانا لو اخترت صنف كويس وزرعته في ميعاد الزراعه السليم، الصنف ده لو مواصفات الجوده بتاعته مثلا فراوله مثلا يعني، ان انا اجيب صنف فراوله يكون طعمه حلو، ريحته حلوه، حجمها كبير، بتحمل امراض، من البدايه اخترت صنف كويس اهو كويس وزرعته في الميعاد الزراعه المناسب لي، خلاص هاخد انتاج كويس جدا. في اي تربه؟ اي تربه اي مكان، بس في تربه مكلفه وتربه لا. يعني الاراضي المستصلحه ينفع ازرع فيها اي محصول؟ شوف يا فندم، دلوقتي الزراعه العامل اللي المعيار الاساسي فيها هو البذره والميه. التربه انا ازرع في الهواء، وازرع في التربه، وازرع في الصخر، وازرع في قش رز، وازرع على صوف، ازرع على القماشه دي، ازرع في اي مكان في الدنيا ما تفرقش معانا خالص. الفرق في التكلفه. يعني برضو المفهوم، طبعا هشقلب لك المفهوم خالص. الناس كلها فاهمه ان الاراضي الطينيه السوداء القديمه انتاجها عشان أعلى. ارض خصبه وغنيه وده فعلا هي ارض خصبه وغنيه بالعناصر زي فانتاجها عالي في الانتاج، اعلى من الارض الرمليه الفقيره اللي في الصحراء، العكس تماما. هي الارض المستصلحه بتكون بكر متهيألي اكتر، هي مش بكر بس، هي ارض فقيره كمان ما فيهاش اي عناصر غذائيه خالص. كويس، لو قارنا بين مزارع بيزرع طماطم مثلا في الارض، هو نفس المزارع في ارض طينيه تقيله وبيزرعها في الجبل، توسع وخد ارض جديده في الجبل في الصحراء وارض رمليه خفيفه خالص، الارض الرمليه ممكن يوصل فيها ل 60 طن في الفدان، الارض الطينيه لو عمل ايه هم اخره 30 طن في الفدان اللي هي الارض الخصبه الغنيه. مع ان تكلفه زراعه الارض الخصبه الغنيه اوفر أقل من تكلفه الزراعه في الصحراء، بس عمره بيوصل انتاج عالي. ايه السبب؟ الري. في الارض الطينيه بيروي على فترات متباعده غصب عنه، يكون ري بالغمر، ري بالغمر فده كانه بياكل النبات مره كل 15 يوم او كل 10 ايام، لان كل ريه معاها السماد بتاعها، فده لا يكفي ان يدي انتاج عالي. اما في الارض الرمليه غصب عنه عامل خراطيم ري بالتنقيط وبياكل النبات ويسقيه يوميا. فاللي بياكل كل يوم ويشرب كل يوم ده هيدي انتاج عالي، غير اللي بياكل مره كل 15 ولا 10 ايام. ببساطه خالص، سؤال هنا، لو اتغيرت طريقه الري في الاراضي الطينيه انتاجها يعلى على طول، انتاجيه تعلى فورا وتوفر في استهلاك الميه، هي دي مشكله. يعني نظام الري بالفرو اوجيشن او الري بالقنوات، عشان كده في توجه من الدوله بتغيير نظم الري بدل الري بالغمر، الري بالتنقيط والري الحديث، الري بالفرو اوجيشن او القنوات او الغمر الى الري بالتنقيط الدريب اوجيشن. طبعا طبعا. دكتور ياسر عبد الحكيم المستشار الزراعي لمشروع مستقبل مصر، نشكر حضرتك جزيل الشكر يا فندم على كل دي المعلومات والايضاحات. نشكرك.